تأكيدا على دور الطاقات البحرينية في تولي زمام المسؤولية وتحقيق الرؤى المنشودة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن انطلاق مسابقة الابتكار الحكومي فكرة كمبادرة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع العام بما يحقق التنمية المستدامة لمملكتنا الغالية. حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة. مساء الخير دكتور رائد، ونشكرك على قبولك الدعوة وتواجدك معنا هنا في استوديو مركز الأخبار. ويعني بداية، هذه المسابقة، مسابقة الابتكار الحكومي، هي تحت اسم فكرة. نعم. وهي فكرة رائدة. صحيح. فيما يتعلق بتعزيز العمل الحكومي، كيف ترى دور هذه المسابقة في تعزيز الأداء الحكومي والارتقاء به؟ المبادرة، مبادرة فكرة، انطلاقة جميلة جدا، ونظرة استراتيجية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء للمشاركة الشعبية، المشاركة في صناعة القرار، في تعزيز المسار الاستراتيجي في تطوير العمل الحكومي. اللي يدهم في الماء الحار هم موظفين الحكومة، فكون أن يستقبل صاحب السمو ومكتبه مباشرة الأفكار من أصحابها، بل أكثر من ذلك، ولأول مرة تتم فيه عمل حكومي بهالمستوى، إن ليس فقط استقبال الأفكار اللي ممكن تكون، إنما توصيلها إلى أعلى مستوى من اتخاذ القرار لكي يتم تبنيها. الأفكار بحد ذاتها لابد، ما في شك أنها تكون أفكار ابتكارية، لكن لا ترتقي وتصل إلى الإبداع إلا إذا تم تنفيذها. فلذلك مهم جدا الربط بين هذه المجموعات الشابة والمتميزة في العمل الحكومي اللي عندهم أفكارهم من خلال تجاربهم وعملهم المباشر وخدمتهم للمواطن، كيف ممكن يكون التطوير على أرض الواقع، وكيف أنه ممكن يوصل إلى متخذي القرار عن طريق مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ليتم تبنيها من قبل متخذي القرار سواء الوزراء والرؤساء الهيئات الحكومية، كي تتم وتترجم إلى أرض واقع. نعم دكتور، يعني البعض قد يتساءل، وربما أنت أجبت ضمنيا على هذا السؤال، لماذا تم اختيار القطاع العام يعني تخصيص هذه المسابقة له؟ وحدثنا أيضا عن آلية التقييم والمعايير وكيفية اختيار هذه الأفكار المبتكرة التي سيقوم بتقديمها موظفو القطاع العام. موظفو القطاع العام صحيح أنهم موجودين في قطاع رئيسي في العمل الحكومي، لكنهم كذلك مواطنين. نعم. وهم على رأس العمل لخدمة المواطن، فممكن نقول ببساطة هو من المواطن للمواطن. نعم. وهم أدرى بالحاجات الحقيقية الموجودة. الجميل في المسابقة أن ما في قيود، ليس هناك الحواجز المسؤول والمسؤول والمسؤول حتى تصل إلى أعلى المستويات. الآن الفرصة موجودة للأشخاص المتميزين بأفكارهم بأعمالهم للوصول إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار، بل أكثر، أنهم يشاركون في صناعة هذا القرار من خلال هذه الأفكار الابتكارية من غير هذه الحواجز. الجميل هو تجسيد هذه المسابقة، هو تجسيد حقيقي لرؤية وتنفيذ التي اتخذتها اللجنة التنسيقية بكل بساطة من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي. هي رؤية موجودة عند القيادة وكذلك عند المجتمع، فالمشاركة المجتمعية المسؤولية في اتخاذ القرار ليست فقط عند المسؤولين، إنما كذلك عند من يقوم بالعمل نفسهم، فهي مسؤولية ومشاركة شعبية. المسابقة راح تكون عن طريق مكتب النائب الأول عبر الموقع الإلكتروني اللي موجود عندهم، فيه فورمات موجودة، فيه استمارات موجودة. لحد الآن خلال الفترة القصيرة هذه من أمس لليوم تم تقديم تقريبا 4 إلى 5
مشاركات. المهم هو أن تكون هذه الأفكار مبتكرة، تصب في خدمة المواطن، الخدمة المباشرة. لابد من استكمال جميع الإجراءات المطلوبة فيها، الاستمارات، بقية التفاصيل، عشان تكون هذه الفكرة بالإمكان تنفيذها. ليست فقط لأن كلنا عندنا أفكار، صحيح، لكن كيف نترجم هذه الأفكار، وهني المحك. نعم دكتور، يعني الرؤى الحكيمة والنيرة والطموحة لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، انعكس أثرها على العمل الحكومي. نعم. ولاحظنا التطور الكبير في مختلف قطاعات القطاع الحكومي. حدثنا عن تأثير مثل هذه الرؤية الحكيمة والطموحة والنيرة لسيدي سمو ولي العهد. لما يتم المشاركة الشعبية في صناعة القرار، هناك فرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار. نعم. لما يتم المشاركة الشعبية فالكل يحس أنه هو مسؤول لتطوير البحرين، للعمل لخدمة البحرين. هذه المسؤولية وهذه المشاركة هي صلب رؤية القيادة. البحرين فيها طاقات كثيرة، وشفنا خلال معهد الإدارة العامة كيف ممكن للطاقات الشابة أن هي بالفعل يكون لها موقع من الإعراب، بل وتصنع التغيير الإيجابي والتطوير. لذلك المعهد تبنى من في استراتيجيته الثانية، في الهدف الاستراتيجي الرابع اللي هو إدارة التغيير والإبداع، وهي تنعكس على جميع الأهداف الاستراتيجية الثلاث، سواء كان في تطوير الخدمات أو إدارة الموارد أو صناعة السياسات الحكومية. وهذه المبادرة هي خطوة للأمام، بل هي بداية خطوات جبارة جديدة إن شاء الله، لأن ليس فقط الآن راح نساعدهم عشان يقدمون أفكارهم صح، لكن المرات الجاية إن شاء الله كذلك لما ندخل ويكون في تفصيل أكثر، يكون في كذلك تطوير لطاقاتهم وقدراتهم لتوفير أفكار ومشاريع ابتكارية حقيقية. الإبداع اليوم مو أفكار فقط، الإبداع اليوم ولا عصف ذهني، صحيح. الإبداع اليوم عملية منظمة مرتبة يتم تعليمها، وهذه علم صار الآن. اتخذنا في المعهد على عهد على نفسنا عهد أن احنا نكون الإبداع جزء من المنظومة الحكومية. هذه بداية بدينا مع مركز الإبداع، وعندنا مجموعة من المشاريع سواء كان طاولة المستديرة أو غيرها من المشاريع اللي تأصل فكرة الإبداع الحكومي في داخل العمل. اليوم فتح لي الموظفين الحكومة، بكرة ممكن يكون أكثر. نعم. الإحساس بالمشاركة وأن أنا بالفعل كان لي دور في تطوير العمل الحكومي، تطوير خدمة المواطنين، هذه بروحها إحساس جميل جدا. صحيح. الواحد يستوعبه. صحيح. الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم التوفيق في تسهيل هذه المسابقة المتميزة وإنجاحها بالشكل المطلوب حسب رؤى سيدي سمو ولي العهد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.